مع سفاح التجمع بتري عب. طبعا انا بقالي يومين بحلم بكوابيس ومش عارفه اتخطى وما زالت المفاجآت مستمرة في قضية سفاح التجمع، حيث فجرت التحقيقات مفاجآت غير متوقعة، حيث تبين وجود سيدة اشتركت مع سفاح التجمع وتدعى أم شهد، وكانت تعمل قوادة لفتيات الليل، وكانت تجلب الفتيات والسيدات إلى السفاح التجمع لممارسة الرذيلة معهن. وكان من ضمن تلك الفتيات فتاة تدعى أميرة، بالغة من العمر 20 عاما فقط. قتلها السفاح التجمع بعد ممارسة الرذيلة معها، ووقعت أم شهد في أيادي الشرطة بعدما تم القبض عليها. واعترفت أم شهد إنها تعرفت على السفاح منذ قرب عام، حيث طلب منها إحضار فتيات ليل له بمواصفات خاصة تتضمن أن تكون الفتيات نحيفة القوام وليس لهن أثر. وعندما تشككت من طلباته وسألته، قال السفاح بأنه يفضل القوام النحيف، كما أنه يرغب في ألا يكون لهن أثر حتى لا يتعرض لمشكلات فيما بعد. وكانت أم شهد تنفذ رغبات السفاح مقابل مبالغ مالية كبيرة، لدرجة أنها قدمت له ابنتها لممارسة الرذيلة معها، ولكن لم يقتلها السفاح التجمع وما زالت على قيد الحياة حتى الآن. أثبتت التحقيقات أن سفاح التجمع تم إنهاء حياة 3 فتيات، وكان يسقيهم السفاح الفتيات عقاقير ذاهبة للوعي ويقوم بعمل علامات مميزة على أجساد الفتيات. واعترف السفاح بأنه كان يصطحب النساء لممارسة أفعال جنسية غير متوقعة ويتعاطى المواد المخدرة معهن، وبعد وقوعهن تحت تأثير المخدرة يقوم بقتلهن وتصوير مقاطع فيديو لهن قبل وبعد ممارسة الرذيلة. وكان يتخلص من هذه الفتيات في أماكن صحراوية وجبلية، وتم العثور على تلك الفيديوهات الشاذة على هاتف السفاح. والنهاردة هنتكلم على حاجة مهمة قوي ظهرت في قضية السفاح التجمع. في سيدة كانت بتعاون
مع سفاح التجمع، كان بتشترك معاه في كل الفتيات اللي كان بيصطحبها، او معظم الفتيات اللي كان بيصطحبها. بمعنى هو في واحدة سيدة اسمها أم شهد، أم شهد ديت يقال انها قد ضمت اول فتاة ليه اللي هي ابنتها مقابل مبالغ مادية كبيرة. وكانت الست ديت بتعمل ايه بقى؟ كانت قوادة لفتيات الليل، والسفاح طلب منها فتيات، بس مش بيطلب اي حاجة، بيطلب قوام معين اللي هو القوام النحيف. قوام النحيف اللي هو يعني مش اللي هو سمارت رفيع، ده اللي هو النحيف، ارفع رقم 1 في النحافة. وكان بيطلب منها ايه كمان بقى؟ اللي هي تكون مقطوعة من شجرة، يعني ليس لها اثر، علشان ما يتعرضش لمشاكل فيما بعد. لا ذكي على فكرة السفاح ده، كان عايزها نحيفة رفيعة، وكان عايزها في نفس الوقت اللي هي يعني ملاش اي اهل، او هربانة من اهلها ممكن. تمام. المهم كانت بتنفذ رغبات السفاح ده ليه بقى؟ عشان كانت بتاخد منه مبالغ باهظة، وقدمت بنتها ليه يعني، بس قدمته مرة واحدة بس، وبنتها ما زالت عايشة على قيد الحياة. المهم تم القبض على مجاهد واعترفت، وقالت ان انا اصلا اتعرفت على السفاح ده من امتى، منذ قربة سنة، يعني من قيمة سنة. وهي اصلا كانت هي قويدة، يعني بتجيب الفتاة لها رجل اعمال، وتجيب له وتجيب لها بعد كده يعني حد تاني وتالت ورابع، يعني هما معاها شوية فتيات كده بتجيبهم. فكانوا اللي هما اصحاب النصيب بقى دولت بيقعوا مع مين؟ مع السفاح. وتم قتلهم، وكان بيعذبهم ويقيدهم بالكلبشات ويربط رجليهم، وكان بيلسحهم بالسيجارة على جسمهم، وكان بيعمل لهم علامات مميزة، وكان بيجلدهم ويسلخ الجلود، وكان بيضربهم بالكرباج ويطفي السجاير في جسمهم. لا هو كان فيلم رعب. وايه بقى يعني ده كان في غرفة عبارة عن عازل صوتي، وكان طالب سبب، وقلت كان طلب من صاحب العقار اللي هو ساكن فيه ان يعملوا عازل ايه صوتي. والحمد لله تم القبض على ام شاد واعترفت، وإن شاء الله في تقدم في الأحداث القادمة، وهعرض لكم فيديوهات دلوقتي لا تتوقعوها. يلا بينا نشوف الفيديوهات، يلا بينا. مبدئيا كده انا شفت بوستات كتيرة وكلام كتير كله غلط ما شاء الله، يعني عن كريم دوت سفاح التجمع، ان انا كنت اعرفه اصلا 2018 فعلا ما كنتش في مدرسة فيروز البريطانية في بورسعيد، وبعدها نقل لبني إسماعيل، بس فترة اللي أنا عرفت فيها كانت في مدرسة فيروز. والفترة دي هو أولا كان دكتور جامعي ولا أي حاجة خالص، هو كان وانا بي جانجستر من الآخر، كان واحد كده بيحاول يخطر من نفسه، بس هو كان جبان عامة، يعني كان شخصية جبانة، وكان يعني بيستوعب على الأطفال أو الستات أو أي حد أضعف منه عامة، بس لما كان حد بيقف قدامه كان بيخاف، يعني كان شخصية جبانة. وانا اتعاملت معاه كذا مرة، ومن تعاملي معاه هو فعلا مدمن مخدرات ومعقد نفسيا، وكان بيضرب مراته وكان بيضرب ابنه، وفعلا مراته سابته. بس في كلام كتير انا شفته غلط، يعني لا دكتور جامعي ولا معاه شهادة علم نفس ولا اي حاجة خالص من دي. هو كان مجرد واحد عايش في امريكا فترة ورجع هنا اشتغل بس. والفترة اللي كان في أمريكا اللي هو كان بيحكي فيها، يعني بيقول لي هو دخل سجن في فلوريدا عامة، بس أنا طبعا ما صدقته ساعتها، بس دلوقتي الواحد يشك فعلا. بس الكلام يعني معظمه غلط، معظم البوستات بتكتب حاجات غريبة، اللي هو كان ماستر مايند وكان بيعمل كل الكلام دوت تخطيط وكذا وكذا. لا هو واحد
يعني معلش في كلمة، مجنون، جبان، يستغل ضعف البنات، يستغل ضعف أي حد. فلا ده لا ماستر مايند ولا ماستر بلان ولا أي حاجة خالص، هو واحد مدمن مخدرات وقتل بس كده. ما نحاولش بقى نخطر ونعظم في حاجة ما ينفعش نعظم فيها، تمام؟ وغير كده برضو صح، انا شفت فح فيديو غريب او بوست غريب بيتكلم اللي هو له علاقة بالماسونية والدارك ويب والحاجات دي. طبعا الكلام ده غلط خالص، لا هو له علاقة بده ولا ده. زي ما قلت في الاول والاخر، ده واحد مدمن عنده مشاكل نفسية ادت لكده. بس بعض المصادر قالت يا فندم ان الزوجة كانت عليها افلام اباحية على التليفون، هو اكتشفها فبالتالي جاله عقدة فنفذ جريمته لانه شاف افلام اباحية مع اقرب الاصدقاء ليه في مراته. هل الكلام ده صحيح ولا غلط؟ او كان الكلام ده حقيقي، هو كان زمان برفع عليا وكان زمان اتحبست، بس انا متأكد 100% ان هي ما اتحبستش، سافرت القاهرة فترة وبعد كده سافرت ايرلندا ولسه هناك لحد دلوقتي. طب سألت الناس كتيرة جدا بالنسبة لزين، يعني ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا بتابع القضية بيتكلموا ازاي ام تسيب ابنها، هل هو عمل حاجة معينة ان هو يقدر ياخد منها الطفل؟ وانا عندك ما عندكش معلومات في القصة دي؟ لا بصراحة انا ما عنديش اي تفاصيل عن الاتفاق اللي حصل بينهم ايه بعد ما انفصلوا يعني. بس برضه اقول لك هي كانت بتخاف منه لانه كان بيضربها وكان يعني وحش في التعامل معها بالاخر يعني. فيعني تقريبا هي حاولت تبعد عنه قدر الامكان، بس دي الفكرة. حضرتك في الشات بينا قلت ان انت تعرفه من 2018 ل 2020 وما بقاش ينفع ان هو يكون صديق ليك، يعني مش هينفع ان هو يكون صاحبك، مش هينفع ان هو يكون شبهك، ليه الاسباب؟ طيب هو سبب مهم جدا، هو كان شارخ مدرسة الفيروز مع المدام عندي، تمام؟ فجأة المدام كلمتني في يوم قالت لله يعني على صوته عليها وفي وسط المدرسة وكده، والناس كانت سمعها، المدير بتاع المدرسة كان عارف اللي حصل والكلام ده. فأنا طبعا قلت لها لا استني عندك، وجيت المدرسة عشان أواجهه بالكلام ده. لقيته شخص جبان جدا ويعني قال ما تلمسنيش وبعد عني والحاجات غريبة. بس دي الفكرة، انا قلت لها من بعدها ما نعرفهمش تاني، بس لان انا شايف هم غلط يعني، وغير كده يعني ما ينفعش يتكلم مع المدام عندي بالطريقة دي. هو شخص جبان وده المفهوم عنه او المعروف عنه، هل كان بيحاول يظهر ان هو مثلا حد قوي، حد شبح بلغتنا المصرية، بيحاول يثبت وجوده اكتر بطريقة غلط مثلا؟ طبعا هو كان يعني هدفه في الحياه اللي هو يبان للناس اللي هو اخطر واحد موجود في المكان يعني. بس طبعا زي ما قلت حياتك هو ما فيش خالص، بس يعني هو كان بيزعل الاطفال في المدرسه، بيزعلهم جامد، بيحاول يعمل مشاكل مع اي حد كبير في السن عنه، اي حد يعني هو يقدر عليه من الاخر، انما اي واحد مثلا هيوقفه بحاجه لا مش هيقدر يعمل حاجه. بس كان بيقول لحضرتك دايما ان هو اتحبس في امريكا وبيحاول يظهر ان هو واد بطل يعني. طيب هل المدرسة بحثت عن الفيش الجنائي بتاعه ومن حقها انها تكشف في اي دولة بما ان هو قدم بالجنسية الامريكية؟ هل المدرسة راعت ده ولا لا؟ لا خالص، المدرسة ما كانتش بتطلب فيش جنائي من اي حد اجنبي. اي حد مصري كان بيطلب منه فيش جنائي، انما اي حد اجنبي ما كانش بيطلب منه فيش جنائي خالص. لو حتى يعني مصري ومع جنسية تانية لا برضو ما يطلبش منه فيش جنائي خالص، لان المدرسة كانت لسه فاتحة 2018 وكانوا محتاجين يعني ناس يعتبروا اجانب او شبه اجانب. بس طيب في عند حضرتك فكرة ليه مراته سابت المدرسة، او هو ليه ساب المدرسة هو وابنه لانه كان طالب فيها؟ هو مراته وابنه سابوا المدرسة بتاعت الفيروز دي عشان حصلت مشكلة بينه وبين المدير، يعني هو كان عايز تقريبا يروح بدري او حاجة زي كده والمدير زعقله، فبعدها بيوم ما جاش بس كده. فتقريبا دي المشكلة اللي حصلت بينهم فما جاش، مش هو اللي اترفض او حاجة، لا هو قرر ما يجيش المدرسة بس. يعني مشكلة بينه وبين المدير فهبت في دماغه ما جيش المدرسة. طب مراته
كانت مدرسة في نفس المدرسة وابنه كان طالب، منعهم ان هم يروحوا برضو علشان هو زعلان او كده؟ ده طبعا شيء شبه اكيد، لان هو كان ليه سيطرة على مراته وليه سيطرة على ابنه، لان الاتنين كانوا بيخافوا منه ما شاء الله. وبعدها تقريبا راح مدرسة بورتسعيد، بس مش عارف اذا كان راح على طول ولا لا، يعني في انفصال حصل بينه وبين مراته بعدها. وبعد كده هو راح اشتغل في مدرسة بورتسعيد وكان معاه ابنه ساعتها، وقعد برضه مدة، وبعد كده ساب المدرسة. ما اعرفش برضه ايه اسباب اللي هو ساب المدرسة التانية، لان انا ما كنتش في المدرسة التانية دي خالص. وبعدها طبعا تفرغ للتيك توك بس كده. في معلومات ان هو كان بيعزم المدرسين في بيته، عند حضرتك تبرير للموقف ده؟ وراتبه مثلا كان كام في المدرسة؟ هل عيشته كانت كويسة؟ يعني بيته ارستقراطي ولا على قده؟ كم بعتبر مرتين بالظبط. لا هو بيته عادي خالص، هو تقريبا يعني هو كان بيحاول يبقى اجتماعي، بس زي ما قلت لحضرتك انا ما استريحتلوش، والمدام برضه عندي ما استريحتلوش، ولا استريحت يعني ما استريحتلهمش عامة، فحاولنا نبعد عنهم برضو، فيعني خلينا التعامل قليل خالص لحد ما المشكلة دي حصلت وبس كده. حضرتك من خلال الزيارتين للبيت عنده وفي وجود المدام بتاعته، كان تعامله ايه معاهم، مع الولد ابنه، مع مراته، مع الكلب اللي كان مربيه عنده، كان تعامله ايه يعني، شكله ايه، بيتعامل ازاي قدامكم؟ لا واحنا كنا اول ما بنيجي طبعا كان بيدخل الولد الاوضه خلاص كده ما يطلعش من الاوضه، والكلب كان دايما بيزعق فيه جامد، بس كان تعامله عادي خالص. يعني هو بيحاول يبقى اجتماعي، بيحاول يبقى اجتماعي، عايز يبقى يعني زي سنتر اوف اتنشن كده، بس برضه لا انا ما سرحتلوش زي ما قلت لحضرتك، لان هو كان باين اللي هو مدمن حاجه، انا مش عارف ايه هي، بس هو كان مدمن حاجه. بعض المواقع الإخبارية ذكرت إن لما كان بيقابل واحدة من المدرسات اللي معاه ومعاه ابنه زين، فزين طلب منه وهم ماشيين إن يحضنها، فهو وضح إن ده عادي في أمريكا وإن ده متعود على كده. هل ده حصل أو بيحصل؟ لا بصراحة أنا مشفتش الموقف ده حصل خالص يعني، بس ممكن يكون حصل بعد أنا ما قطعت علاقتي معهم، الله أعلم. بس أنا ما كنت عارفهم ما كانش بيحصل خالص اللي أنت بتقوله ده خالص يعني. حضرتك عندك تفسير ان المدرسة تغير الاسامي؟ يعني لبنى كان اسمها لورين، صديقه ابراهيم كان المقرب وقتها في الفترة دي سموه هاند. حضرتك عندك تفسير لده؟ مع ان المدرسة في مصر فالمفروض فيها مدرسين عرب، فلو حضرتك يعني اشرح لي الموضوع. لا ده كان بس منظر من المدرسة علشان اولياء الامور يبقوا فاهمين ان كل المدرسين اللي شغالين في المدرسة اجانب، ما حدش فيهم مصري خالص، وكانوا طبعا اخدين تعليمات ان ما حدش يتكلم عربي خالص في المدرسة، لازم كله يتكلم انجليش، علشان طبعا ما ينفعش منظر مدرسة بريطانية يبقى فيها مدرسين يعني معاهم جنسيتين، لا هم لازم انجليش بس. أسأل حضرتك سؤال، هل الزوجة زوجة حضرتك لسه مدرسة في نفس المدرسة؟ السؤال دوت لأني أكيد بتحكي لك إيه، يعني أكيد ظهرت ناس حكت عليه في المدرسة، يعني حكوا عليه حاجات في المدرسة، هل لسه موجودة؟ لا هي سبت المدرسة بقالها حوالي سنتين دلوقتي، وأنا سبت برضه المدرسة بقالي 3 سنين، لأن أنا كنت شغال في شؤون الطلبة وهي كانت شغالة مدرسة. بس أكيد طبعا في زملاء قدام بيحكوا لي يعني مستغربين اللي حصل ده، وطبعا مش مصدقين لحد دلوقتي إن واحد زي ده عمل كده. بشكر حضرتك جدا جدا، أخدت من وقتك كتير، بشكرك جدا لذوقك، وإن شاء الله الحاجة دي توصل للناس. طبعا حضرتك مصدر خبر موثوق منه بما إنك اتعاملت معاه، وإن شاء الله نحاول نظهر الحقيقة لكل الناس علشان ما فيش حد يتظلم وناخد فيه القصاص العادل بإذن الله. بشكرك جدا. لا شكرا على واجب والله، أنا شرفت بيك طبعا. وبرضه أنا كنت عايز برضه أهم حاجة الناس تفهم إن ده شخص جبان ومريض نفسيا، يعني مفيش تفسير تاني غير كده. Thank you.
وبكده وصلنا الى النهاية، الى نهاية الفيديو مش نهاية السفاح. وطبعا انا هتابع الموضوع واقدم لكم في الايام الجاية هيحصل ايه من احداث، وان شاء الله هياخد حكم الاعدام في اللي عمله للفتيات اللي هم اللي عذبهم. وعايزة اقول لكم ممكن تصلوا على النبي في التعليقات وتشتركوا في القناة وتعملوا شير لكل اصحابكم، عشان ده فيديو توعية كل الناس تعرف، وكل الناس ما تثقش في حد ويخلي بالهم من نفسهم. وربنا يحفظكم ويحفظنا يا رب. ويا ريت تتابعوني وتقولوا لي من انهي بلد تتابعوني، وتصلوا على النبي صلاة تحفظنا من اي شر وتحفظ كل الطيبين يا رب العالمين. وشرفتوني في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.